كل اسف، مع كل اسف مش الفيسبوك، لان انا كنت احب فيديو الفيسبوك هو من صنع رئيس الرجاء، لكن الحقيقه والقانون يقول العكس. نعم. فتعاطف مع فيسبوك لا يعني الفوز، باش نتفاهم. اكيد. ثانيا ما عندناش واحد سونداج، واحد سونداج علمي باش نقول لك اليوم شكون الاقرب للفوز. لان سونداج علمي فيه جوج ديال الحوايج مهمه. اولا واش يصوتوا 177 ولا يصوتوا فقط 120؟ 128 تنظن، 52 اللي دابا بين التصويت وعدم التصويت. ونحسبوا خصنا نحسبوا واش يصوت كل شيء، خصنا نديروا سونداج على داك على 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 الناس اللي يصوتوا داخل اركان المنقرضين بالرجاء. يمكن ما ندوزوش عليهم كلهم، ولكن تنديروا واحد ليشونتيوناج موست ليزاديرون دو الرجاء باش كنا نعرفوا هادشي. خصو ديروا واحد الشركة متخصصة في السونداج. حنا مع كل أسف ما عندناش، أي تنبؤ عندنا يكون تنبؤ ماشي علمي نهائيا، بل فقط تنبؤ عاطفي وسوبجيكتيف يعني غير مادي. نعم. ثانيا اللي يمكن لي نقول أنا هو أن كاين عندنا ثلاث مرشحين. عندنا السي أنيس محفوظ اللي جا جوج مرات للبرنامج عندنا بكل أريحية وبكل سهولة، يعني يمر مع أي صحفي كيفما كان، لا يختار الصحفيين اللي تمر عليهم. كاين تاقيش. وكاين السي رامي اللي في أول ولا من بعد كان هذا كان دار معنا وما جاش، وكنا كتبناه ذاك الوقت، ولكن من بعد بين واحد صدر رحب باش يجي عندنا، وان شاء الله نستقبلوه غدا رسميا على الساعه 7 مساء في هذا الوقت هنا عندنا لا في ديربي فوت ولا مع اسامه. وكاين السي جبل الخلفاوي اللي مع كل اسف تيتفادى وتيتخبع باش ما يجيش عند بعض الصحفيين اللي تيحسبهم هو واخا بدون علم، ولا تيحسبوهم هذاك لونتوراج ديالو بانهم هما ضده. علما ان الصحفي يكون ضد ولا مع لا يعني شيئا، لان الصحفي لا يصوت وحتى لا سي لا سيطرح عليك لا يصوت لا يصوت دابا تيقولوا للسي خلفاوي راه اسامه بن عبد الله مع انيس محفوظ تنتحداهم يعطيوني شي حاجه في العمل ديالي الصحفي، العمل ديالي الصحفي اللي درت اللي تتبين انا مع انيس محفوظ ولا ضد انيس محفوظ. تنتمنى السي الخلفاوي يجي عندي نحط له نصف الاسئله اللي حطيت لانيس محفوظ لا في الحلقه الاولى ولا الحلقه الثانيه. نعم. عيد نص ويجاوب عليها بكل أريحية. الآن السي الخلفاوي يختاروا الصحفيين عندما تيمشي، يعني باغي كونترولي الميديا ديالو. أنا بالنسبة ليا مرشح لفريق الرجاء اللي باغي يصير فريق بقيمة الرجاء وباغي يصير فريق بضغط الرجاء وباغي يصير فريق بلونتوراج الرجاء اللي صعيب بزاف، يعني صعيب عليه يبدا يختار الصحفي اللي غادي يمشي. يكون واجد باش يتكلم مع اي صحفي ويجاوب على اي تساؤل ولو مستفز، لان يعني الله ما استفزاز الصحفيين ولا استفزاز الجماهير ولا استفزاز المنقرضين ولا استفزاز المقربين. فشي واحد اللي ما قدش على الصحافه انا بالنسبه ليا نشك في المقدوره ديالو باش يقد على الرجاء. ماتونو مع كل اسف بحال قلت لك سي خلفاوي تعرفوا كلهم بجوج، كل الاستاذ رضوان الرابي ولا قول الاستاذ انيس محفوظ. نعم. كنعرفوا هذه 30 سنه وعندنا صداقه جميله. سي رامي تنعرفوا هذه 37 سنوات وكتيجي عندي بزاف البرامج لا في تيلي ماروك لا في مع اسامه، باش معايا جميع البرامج ديالي في هذه الخمس سنوات الاخيره. سي انيس محفوظ عرفته حتى ولا كاتب عام ديال اللجنه الوقتيه ديال محمد عوزان. هذا اول مره شفت شي واحد سميتو انيس محفوظ. بعد ذلك خدمت معاه اكثر لان كان في مركز القرار. نعم. كان كاتب عام، كان رقم جوج ديال مكتب الزيات، لا مكتب اوزان ولا مكتب الزيات. يعني عمليا تقربت كان كونتاكت اكثر. مانتونو القناعات ديالي شكون تنشوف انا الافضل للرجاء؟ هذا شغلي انا، هذا الداخلي ديالي انا. رأيي ديالك احتفظتي به لنفسك طيلة المدة. لا يمكن في القهوة ما احتفظش به لنفسي، لأن القهوة ما بارتي أنا، ولكن في العمل ديالي أنا ما احتفظت به لنفسي، لأن لا حول ولا قوة لي لأنجح أو أرجح أحد على أحد. ما عنديش، واخا نبغي
ما عنديش هذه القوة. أنا مثلاً كذبش على راسي. أنا ميمدي في التلفاز في 2006 بس 1277 برنامج ما كذبش على راسي. مع عمري ما عطيت لراسي واحد بحال تاعته مع الصحفيين مع كل أسوء بعض الناس. مع عمري ما عطيت لراسي واحد القيمة. قيمة كينا عند كل واحد قيمة ديالو عند راسه. وكان هذا قيمة أكثر من اللازم. أكثر من مما هو أنا. أنا ما عمري ما قلت أنا تنحكم هنا ولا تنقلب هذا وتنقلب هذا. أنا تدي خطبة ديالي تدي رفع لي باسيون بشغف. ما تنقلبش من الفلوس. نعم. ماش من الفلوس نهائيا. دونك ثالثا هنا أنا تنقول الجماهير الرجوية اللي تحكم. الجماهير تحكم لأن أنا راس مالي والجمهور ماشي والمنخرطين. نهائيا. المنخرطين لا علاقة لي بهم. راس مالي والجمهور الرجاء والجمهور الوداد والجمهور الفريق كلها تحكم. بغير الصداع الرسمي ديال السي خلفاوي بغينا نضموا مائده مستديره لثلاث مرشحين. نعم هذا عمل كثير دابا بحال اللي كنت في 2010 2010 كنا سباقين داك الشيء وكان الجماهير الرجاويه كلها استحسنات بواحد الطريقه غريبه في 2010 الدائره المستديره اللي كنت ضمنت في القناه الرياضيه بين محمد بودريقه وارسلان حانات وسعيد حسبان كانت جميله جدا. 2021 حشومة ما نديروش داكشي اللي قدينا نديرو في 2010 حشومة جبرنا ان ستوديو في مستوى كبير ديال الرجاء جبرنا دي ماتيريال في مستوى كبير ديال الرجاء والسي رامي عطانا الموافقة والسي انس بود عطانا الموافقة والسي جابر الخلفاوي يتهرب. شنو كان الجواب ديالو؟ ما يتهرب وما تتلقى ما تتعيط شي واحد من الناس ديالو بحال السي كمال مسكين اللي هو صديق ديالي تيقول لا 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 واحد دابا كان عند اختو في الرباط لا لا كان عندنا هذا لا كان عندنا ومن بعد تيصيفط دي ميساج بان انا مع الخلفاوي بالعكس الا كنت انا مع انيس محفوظ اجي وبارزني وقول وقنع الناس ودخل فيا وبين لي لا ليا انا ولا الجمهور ديالي اللي عارف احبس الخلفاوي او كاريه الجمهور تبع اسامه عبد الله في الرياضه المغربيه كاين بزاف. نعم دونك هذا واقع هذا ما جاش وطاح هذا جا بعد 20 سنة ديال النضال. نعم فالان بين العكس وبين ان انا خاطئ حتى في المعتقد ديالي وقلب لي تانا راسي وبين بالبرنامج بين بالفكر ماشي بهادشي ديال اختار الصحفي نمشي داكشي ديال الثمانينات والسبعينات الصحافة غادي تبدلات ما بقاش داك الكميشة ديال الصحفيين تنجمعوهم وتنديروا لهم غريبه واتاي وتنقول لهم الله يخليك تبوا هنا مزيان شي داز ما بقاش في المغرب دابا كاين لي ريزو سوسيو كاين لي جون تيطيرو حتى اللي ماشي صحفيين كاين لي زيوترا تيطيرو عارف شنو كاين في الراجه كلها. نعم كاين الناس اللي تبعين كل كبيره وصغيره ما يمكنش دابا تقنع بمقال في جريده ولا برنامج ما يمكنش تقنع شي اجي اللي عيط لك سير عنده وبين له العكس اجي ادخل في ياسيدي وقول لي بالملموس ها انت علاش حيت انت مع انيس محفوظ ولو كنت مع انيس محفوظ هادشي اللي يبدل اذا كنت انا مع انيس محفوظ هادشي اللي يبدل نتائج الانتخابات فراجة لا جاوبني انا يمكن نكون غالط انا عايز نفكر اوت فوا وقررت اليوم الخميس نفكر اوت فوا مع جماهير الرجاء اللي هو راس مالي انا الزبون ديالي هو جمهور الرجاء ماشي هو لا منخرط ولا رئيس باش بيسر. باش نسيتيو ولا باش نسيتيو لو ديبا وباش تحفظ الجمهور خصك تكون انا تنقول للجمهور راني عرضت على الخلفاوي وعرضت عليه وعيط له وبركت على راسي وعاود عيط له واخر مره دو معايا الخميس اللي فات قال لي سي اسامه انا اثنين ولا ثلاثه نعيط لك وثق فيا وما ديش عليا الضغط قلت له امين سي خلفاوي ما عنديش هاك الضغط انا تسين 2 و3 ساينا 2 و3 ضل 4 عيطنا له جوج مرات وما جاوبش وتتهرب. سي رامي مختلف سي رامي كان المره اللي فاتت بغى انا سي رامي شو اخت عليه هو عطاني الكلمه ودرنا لانونس عاود تقلب فيها اما الان فبروف داكشي نسيناه وطويناه وراه يجي غدا ان شاء الله الا ما جاش غدا هذا شغله هو انا درت اللي عليا انا شكون هو الرقيب ديالي شكون الحاسب ديالي المعنوي ماشي المالي ولا المادي انا ما خدام حتى واحد لكن الحاسب ديالي
والمراقب ديالي المعنوي هو الجمهور، الجمهور بصفة عامة وجمهور بصفة خاصة، لأن الموضوع يهم الرجاء، يهم الرجاء. بس الخلفاوي تنقول لك أنا بكل بساطة أجي اقنعنا، أما التهرب من المجيء لا يشرف مرشح لرجاء الرياضي. أكيد وخصوصا بكل صراحة لا يشرف مرشح لفريق كفريق رجاء الرياضي اللي هو الفريق اللي عنده أكثر ضغط في المغرب. نعم وكنحسموا مع الوداد. نعم وكنتكلموا على رئيس. رئيس اللي جا في واحد الوقت اللي الفلوس ما كايناش بزاف، اللي خص الفكر، اللي خص الحكامة، اللي خص العقل، واللي خص نفس السيرورة اللي مشات منذ أوزال والزيات ومرورا برش الأندلسي. نعم فهذا الرئيس اللي ياخذ زمام الأمور في الرجاء على الأقل تكون عنده قدرة باش يواجه أي صحافي كيما ما كان. أكيد باش تكون الأمور واضحة وحتى الجمهور إلا ما قدرتيش تجلس مع صاحبي ما تقدرش تهضر مع الجمهور، ما تقدرش تواجه حتى شي حاجة، ما تقدرش حتى شي قرار. والمكلف بسميتو مكلف بالصحافة عند السي الخلفاوي اللي هو السي عمر العلوي تعرفو مزيان في تويتر، أنا تعرفو في تويتر تيقول واحد اللونغاج اللي ما بقاش في المغرب 2020. لا حنا خصنا كل انستيتيوشن اللي منظمه، ما عمرش انستيتيوشن ضمات شي ديبا بريزيدونسيال ولا ديبا الكتيف في حياه الكره الارضيه اللي تنظم هو الصحافه، هذا دور الصحافه. لا حنا قالوا لنا داك اللغه ديال الفوق ديال ما بقاش 2021، هذه اللغه راه حشومه ديرها دابا خصوصا في فريق بحال الرجاء الرياضي. كل يبغى انستيتيوشن تجيبها ليه خاصة بالمناظرة. لا قال لك اسيدي شوف انا قال لك اسيدي قال لك اسيدي خص مكتب الرجاء من هنا بغيتي بغيتي مؤسسة قال لك خص قال لك خص مكتب الرجاء هو اللي ينظم. ما معنى مكتب الرجاء ينظم؟ مكتب الرجاء صحفي؟ واش راجل الاندلسي صحفي؟ نقول ما بقاش نتهربوا بالتريكيل دابا سي رامي عندي غدا سي محفوظ داز عندي جوج مرات سي الخفاوي وحبابي من هنا حتى للاربعاء. Premièrement, pour le débat face à face, et deuxièmement, pour le débat à trois. Oui, nous avons dit les méthodes des années 80. Je ne sais pas si vous avez vu le Maghreb. Je ne sais pas si vous avez vu le Maghreb. Je ne sais pas si vous avez vu le Maghreb. ماشي عندي ما نقول على القناة. نعم بالنسبة حتى الفن ديال المناظرة ولا المناظرات اللي كتسبق أي انتخابات كيف ما بغات تكون، سواء كتخص الفريق أو اللي كتخص أيضا يعني انتخابات سياسية، فالدول المتحضرة والناس المتحضرين راهم دائما ما كينظموا هذه المناظرات قبل من أي من الانتخابات. واش ميزة تكون ميزة تكون نقاش رسمي ديال بين الدورين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية اللي يعني تتبعوها. نعم. بين ماكرون ولو بان اخر مره، واش لي ديزي ولا نضم المناظره؟ نضم المناظره والصحافه تجمعات تيفا مع اونتين دو وتفقوا نضم المناظره. نعم. واش مين كان مناظره الدور الاول اللي كان فيها تسعود ديال لي كونديدا، واش لي ديزي ولا نضم المناظره؟ نعم. ونحسبوك كان السي اندلسي مرشح هو رئيس حالي، ينضم هو المناظره ديالو؟ ويكون هو مرشح. لا ما على من فهمت انا تبقى نشوف انا السي الخلفاوي عرفت ماشي هو هذا، الا كان السي الخلفاوي بدلوه لونطواج ديالو الالكترال دابا انا تنقول له راجع نفسك انت اعلى بكثير من ما تفعله الان. انت السي الخلفاوي في الصوره ديالو اللي عندي انا اعلى بكثير من ما اراه الان. نعم على ذكر الحكمه ما تكلمتش عليها وتكلمت على رجاء خصها الفكر اليوم. فمن بين بغض النظر على البرنامج ديال السي الخلفاوي نبداو به ومن بعد من نمروا لباقي المرشحين، ف يعني في مجموعه من التصريحات الصحفيه فكاين انه السي الخلفاوي غيجيب مدير فني، السي الخلفاوي غيجيب مدير تقني، السي الخلفاوي يتحدث مع لاعبين من اجل جلبهم، وهذا ربما يذكرنا بواحد الفتره ولا واحد الحقبه ديال ترشح للرئاسة أسامة اللي ربما كان فيها الوعود بزاف. واش كيبان لك هاد الوعود منطقية في إطار الترشح؟ لا يجي السي الخفاوي يجي مدير فني هذا حقه. لا علما أن السي رشيد الأندلسي اليوم قدم رسميا للصحافة مدير تقني. لم أفهم هذا بكل صراحة. نعم. رغم احترامي وحبي للسي الأندلسي لم أفهم هذا. السيد ماشي دابا سيمانة وتيبلوكي رجاء عامين مدير تقني. تي كتفلي الرئيس اللي جا كيف ما كان. نعم كان انيس او الرامي او الخلفاوي اولا، ثانيا اجي مدير فني ماشي عادي
انت ما تولي رئيس درجه باش تجيب هادشي كله، باش تجيب مدرب، باش تجيب مدير فني، باش دير سياسه ديال الشباب، باش دير سياسه ديال التسويق، باش دير سياسه الفريق الاول، باش دير سياسه الماركتينغ. هذا هو الدور ديال الرئيس الرجاء المقبل. لكن دابا كنطلق هذه الوعود زعما هذا هو انا نقدم برامج نتحدث عن اشياء. ديجا البرنامج ديال السي خلفاوي اول حاجه تحط السؤال 16 مليار 15 مليار الاولى 15 مليار 16 مليار كيفاش دير الجماعه في 3 سنين الاولى، علما ان الرجاء خلات 20 مليار و 16 مليار لان باعت مانونغو باعت رحيم ودات كاس العرب. هذه السنه ما كاين لا كاس العرب لا ما نقول رحيم. السنه المقبله يمكن نكون مانونغو ورحيم ما نقولش لا. نعم. ولكن هذه السنه ما تيبانليش شي واحد في الرجاء تيسوى 3 مليار، جوج لعيبه تيسوى 3 مليار هذه السنه 2023. نعم. لكن تيبان لك انت كرجاء وهادشي قولوا لي قولوا لي ولا كوبارا ما كايناش. دونك هذه 15 مليار المرتقبه ولا 16 مليار ما فهمتش منين جابها. وثاني جديدها العام الاول كيديروها العام الثاني كيديروها العام الثالث. الى الرجاء من بعد 5 سنين ولا 4 سنين قدات دوز مع 9 ل 10 مليار اللي يمكن لها اللي في الجعبه ديالها حاليا واللي واضحه وشرحتها شحال من مره يمكن نشرحها للناس. ال 15 مليار غيكون هذا الرئيس اللي جاي دار لك اكسبلوات حياته غيكون برافو عليه في 4 سنين و 50 دوز الرجاء 19 مليار 15 مليار. لان 9 مليار محسوبه باينه تحسب واحد بين 2 3 مليار ديال المشتري. دابا كاين 2 ويمكن نطلعوا على 3 ما يمكنش تطلعوا على اكثر 4 تخيل ما يمكنش تطلع دوبلو ما يمكنش دوبلو ما يمكنش دوبلو عندك شي علاقات هذيك عندك خاصيه استثنائي تندوي على المنطق. نعم لا بونديراسيون المنطق. الجمهور اخر مره عند زياد كمل 4 لا ما كمل وصل 4 كان لا بروجيكسيون في 4 ما كمل حتى الفان فيفري بجوج و 300 يعني 2 مليار و 300 يمكننا في لا ميم بروجيكسيون نوصلوا لربعة. دابا بدينا ما يمكنش توصل دابا حنا دابا هذا العام وصلنا لواحد جوج نقول ندير اكسبلور جوج واحد باقي تدير واحد هذا العام. ولكن الرجاء عادة كتوصل لربعة، ربعة زائد ثلاثة ديال الاشتراكات السعود وزائد وزائد بين المنخرطين والجهة وداك الشيء واحد المليار هي 6 مليار والبريس موني. شنو هو البريس موني؟ هو شنو يمكن لك تربح لها في ديتي البطولة ديتي الشامبيونز ليغ. دونك تدير واحد المنطق ديال نصف نهائي الشامبيونز ليغ دوزيام بلاس البطولة البطولة فيديو فيها ديال الكوب تتحسب. هذا هو البريس موني. هي تطلع ل 10 باش يمكن لك تطلع ل 15 ما عندكش حل اخر غير التكوين. نعم والبيع بحال اللي يقول برك قيس التكوين ما يمكنش لعيبات تكون حاليا تبيعهم بهذ الملايير. يمكن لك دير سياسة ديال التكوين 4 5 سنوات بالريزو ديالها بليزاجون ديالها بلي سكوتر ديالها بلي 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 باش توصل دابا 4 سنين 5 سنين تبقى تبيع كل عام 3 4 المليار ديال التكوين باش توصل 13 14. نعم هادشي واضح وضوح الشمس. هادشي لا خلصتي اللي عليك دابا هادشي لا مشيتي ا زيرو دابا متوقع شكون عندك ماشي ا زيرو واش ما عندك دابا الا مشيتي ا زيرو دابا في الديون دابا ها المدخول اللي عندك في الرجاء. نعم وهذا المدخول ديجا سي با مال سي اكسترودينير. الا كانت الحكمه اللازمه باش تسير هذا المدخول راه الرجاء تكون في امان الله. يا بغيتي تدوز فيتاس اخرى خاصك دير التكوين تحل الاكاديمي ودير التكوين الحقيقي هذوك المكونين الحقيقيين هذيك ان ريزو دو سكوتينغ ان ريزو دو فونت يعني ديزاجون اللي مكلفين بالتكوين. حيت كاين ليزاجون ليكيب بروميير بوحدهم ليزاجون ديال الشباب بوحدهم والموديلات اللي كاينين ما كاينش 3000 كاين موديلات ديال الفرق البرتغاليه اللي كل عام فيها الكبرى بحال الرجاء كتبيع 70 80 مليار حنا يبعنا هي 5 بركة وتتبقى دائما دير البطولة ديالها وتتقاد الشامبيونز ديالها هي كارت فينا إذا نعم حيت في أوروبا كاين بزاف فرق يصحح أكثر منهم أكثر من بينيفيكا وبورتو. أما في إفريقيا إفريقيا كاينين 3 أو 4 فرق يصحح الرجاء فينونسيارمون محسوبين كاين الزمالك الأهلي الترجي ما مليون دو ساوند داوز وسميتو نكمل لك باش الناس يتبعونا كاين 4 5 الفرق اللي يسحم الرجاء فينونسيارمون. دونك الرجاء إذا كتب لي فور ولات مع هاد الفرق بدات تلعب تشامبيونز ليغ مرة العامين مرة نعم أوروبا صعب بالنسبة لبينيفيكا وبورتو لأن عندها واحد 14 فرقة صحيحة عليها صحيحة عليها في الفلوس. دونك شنو يديروا تيمشيو لكارت فينا ساعة ساعة تيديروا ان اكس بلو ساعه ساعه كتجوج ولكن دائما لاعبين البطوله راكم البرتغال كل عام بيناتهم براغا اللي تلعب في كاس الاتحاد الاوروبي شكالي تتبيع 30 الى 40 مليون اورو في العام ديال اللي جوا. دونك الموديل ديالنا ما يمكن يكون الفرق البرتغاليه ما بقاوش نحلموا. نعم الى جا شي نهار شي واحد عشق الرجاء وعندو الملايير لا يبقى بيان. تندوي على المنطق
ندويو على شنو كنا نديرو بدون شي حاجه استثنائيه. دونك ديجا هذا هو الاسئله الحقيقيه ديال الرئيس الغازا. شو هذيك التلفازه؟ ولا ندير نجيب ديريكتور تكنيك لا التلفازه دابا هو اللي كتسول السؤال. الا كنت ندير التلفازه ندير فيها ندير التلفازه باش نربح الراجل 2 مليار ديال لابوب ديال التلفازه. وي برافو. يو كنت ندير التلفازه باش نخسر الفلوس كوزا سير بيان سور. هادشي دابا اول حاجه الكونتوني انت عاطي بعدا الحقوق النقد ودوك هادشي اللي حطوا الاسئله اللي حطوا اسئله خلفاوي بيان سور دونك شي جواب عليهم هو عارفه من دابا كاع باش يعرف راسو. ما خصهاش ولا بدا نكونوا مع انيس محفوظ باش نحطوا هاد الاسئله. الاسئله الشرعيه واقعيه واضحه بيان سور واضحه. ما عندوش ما عند ديجا هو ما جيراش عمو ما جيرا الراجل دونك ما عندوش باسيف. انيس محفوظ عنده باسيف وبنينا معاه ساعات المجال على شنو وقع على شنو كان المره الثانيه. ما عندوش على الباسيف بنينا على المستقبل. دابا لا هو لا السيرامي يدوي على المشروع. نعم. ما يمكنش يدوي على الماضي وما كانش ماضي تسييري.